الحمد لله، الحمد لله حق الحمد، والشكر لله حق الشكر. الحمد لله كثيرا، الحمد لله الذي خلقنا وسوانا وأنعم علينا وأعطانا. الحمد لله الذي لا يحمد على الحقيقة إلا هو، فهو المتفضل بالنعم وهو السابق بالكرم. ليس بعد كرمه كرم، وليس بعد جوده جود، وليس بعد عطائه عطاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، النعمة العظمى والفضل الأكمل والفرج الأكبر والفرحة العامة والنعمة التامة، الفضل الإلهي والخير الرباني والنور الذي نزل إلى هذه الدنيا والذي خرج إلى هذه الأرض ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ليخرج الناس من العوز ومن التذلل إلى العز وإلى الجود وإلى الرفعة. اللهم صل وسلم وبارك على حامل لواء العز في بني لؤي، صاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المؤيد بجبريل، المذكور في التوراة والإنجيل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، وليعلم كل واحد فينا أننا جميعا غارقون بنعم الله. ما من واحد منا إلا ونعم الله سبحانه وتعالى مسبلة عليه من رأسه إلى أخمص قدميه. ولو أن الواحد منا عاش عمره كله شاكرا لله، حامدا الله سبحانه وتعالى على النعم التي أعطاه إياها، لما كفى ذلك، ولما وفى الإنسان حق ربه جل جلاله بنعمة واحدة، نعمة البصر أو نعمة الكلام أو نعمة العافية أو نعمة الإسلام أو ولا تنتهي النعم. أيها الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نقف اليوم وقفة حقيقية مع أنفسنا، فلينظر كل إنسان إلى ذاته، ولينظر إلى عطاءات الله لكل واحد من الجالسين. كل إنسان الآن يجلس ويتفكر ويتأمل. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ بالله عليك، هل نحن اخترنا أن نكون رجالا؟ هل قبل ذلك اختار الواحد منا أن يكون موجودا أصلا؟ هل اختارت المرأة أن تكون مرأة؟ هل اختار صاحب العافية أن يخلق معافا، يولد معافا شديد الجسم؟ هل اختار الواحد منا الإسلام دينا، أم أن الله من عليه بأن ولد من أبوين مسلمين، أو هداه الله عز وجل للإسلام؟ هل يحمل الواحد منا هم الأكل أو هم الشرب؟ كيف سيمضغ وكيف سيشرب وكيف سيدخل إلى المعدة وكيف سيتحلل هذا الطعام وكيف سيتحول إلى غذاء، ثم كيف سيخرج ستخرج الفضلات من الجسم؟ هل عام الواحد منا يوما مرارة ألم ليلة من وجع ضرس أو وجع عين أو وجع عضو صغير قد لا يرى بالعين المجردة، ثم أدرك بعد هذا الألم عافية؟ ما حدا منا فكر شو هالنعمة العظيمة إنه الواحد عم بينام مرتاح؟ ما في إنسان عنده عقل قبل ما يقعد يقضي الليل قبل ما ينام عم يفكر بفلانة وبعلانة، قبل ما يحمل هم المصاري وقبل ما يحمل هم المعاش وقبل ما يحمل هم الأقساط؟ ما مفكر بيوم من الأيام
أن يجلس ويشكر الله سبحانه وتعالى؟ ينظر الإنسان يا أخواننا إلى بدنه، اطلع بحالك شوي قبل ما تطلع لبرة، انظر إلى النعم التي أعطاك الله عز وجل إياها، تأمل إلى حديثه عليه وعلى آله الصلاة والسلام عن زمن كلنا ما بنعرفه ولا واحد منا بيعرفه. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم أيها المتجبر أو أيها الناكر لنعم الله أو أيها المستقل لما ينعم الله عز وجل به عليك، اسمع، هذا الزمن لا أنا كنت فيه ولا حضرتك كنت فيه، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. مين اللي كان عم يغزينا يا أخواننا؟ من الذي أذن لذلك المبيض أن يجتمع مع ذلك الحوين الحيوان المنوي؟ من الذي أذن بذلك اللقاء؟ أليس الله؟ روح اطلع اللي ما عم يجيهم أولاد، قد عم يحطوا مصاري وقد عم يبكوا ويتعبوا حتى يجيهم ولد. أنت كل واحد فينا اللي عنده ولد ما بتستحي تتكبر على نعم الله؟ ما بيستحي منا الواحد لما يسمع حي على الصلاة يقوم يشرف هذا الجسم اللي الله خلق لك إياه؟ مش عيب ما تقوم تصلي صلوات الخمس؟ ما عيب؟ إذا واحد جاب لي هدية، جاب لي تليفون هدية، بضل بشكره كل سنة، كل يوم، كل ما أطلع بهاتفي بشكره وبدعي له. طيب اللي خلقك وخلقني عم يقدم لك كل يوم 5 مرات يا هادي، 5 مرات عم يقول لك حي على الصلاة، إلك عين ما تقوم تصلي؟ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 120 يوم. نحن نتربى بعين الله ونحن نغذى بفضل الله ونحن ولا دارين، وبعض الأحيان أمهاتنا ما بيكون معهم خبر أنه صار في جنين، صح؟ ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه. ما تخاف على رزقك يا سيد محمد، إذا كان بلبنان ولا بالسعودية ولا وين ما كان الرزق مكتوب. خاف على حالك إنك تكون عم تعصي الله والله عم يرزقك كل يوم. خاف على حالك وخاف على حالك لما تكون عم تخوني زوجك والله عم يعطيك العافية والله معافالك أولادك. خاف على حالك لما عم تطلب الطلاق والله عاطيك من كل نعم الدنيا، بكرة هتخسري إذا طلبتي وحصلتي ما تبحثين عنه، بكرة هتخسري كتير. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الله أكبر. بعد هذه النعم كلها بيستحق الإنسان يحمل هم الدنيا؟ بيستحق الإنسان يحمل هم الطعام والشراب؟ هذا أمر مكفول، هذا أمر سهل متيسر بيد الجميع. بيقولوا لبيارتي ما حدا بيموت من الجوع، صح؟ احمل هم حالك كيف تشكر الله على النعم قبل ما تفكر بالجنة وبالنار. احمل همك كيف تشكر الله سبحانه وتعالى على عطاءاته. تأمل حين مدح الله إبراهيم ماذا قال عنه؟ قال الله عن إبراهيم أنه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. تأمل إلى استشعار سليمان لنعم الله، بدنا نتعلم من الأنبياء. قال ربي أوزعني، يا ربي أعطني من القوة وأعطني من الصحة وأعطني من فضلك. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يا عيب الشوم على اللي عم بيشوف النعم وما عم يعمل صالح، يا عيب الشوم على اللي عم تجي النعم وعم يجي الرزق، عنده بيت وعنده أولاد معافين وعنده صحة وعنده سيارة وعنده من نعم الدنيا وما بيعرف يشكر الله، بيقول لك أنا بصلي الجمعة بس. عيب، عيب لا يليق. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. الله أكبر. تأمل
إلى هذا البيان من أنبياء الله سبحانه وتعالى. وحين مدح الله نوحا قال عنه إنه كان عبدا شكورا كثير الشكر نوح عليه السلام. وتأمل بعد ذلك إلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما بده يشكر الله، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يا ربي أنا سأشكر نعمتك بأن لا أدافع عن مجرم ولا أكون في صف المجرمين ولا أنصر المجرمين ولا أؤيد المجرمين. وكل واحد بيعرف المجرمين، ما ضروري نسميه، كل إنسان بيعرف مين المجرم بهذا العصر، كل إنسان بيعرف مين السفاح بهذا العصر، كل إنسان بيعرف قتلة هذا العصر وفراعنة هذا العصر. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ابن مسعود رضوان الله تعالى عليه يقول لو عبد إنسان ربه جل جلاله 70 سنة بين الكعبة ومقام إبراهيم، 70 سنة، ثم جاء يوم القيامة يحب ظالما حشر معه إلى النار. يلا بكرة جاء يوم القيامة وبكرة بنشوف كم واحد حيفوت بس بالحب أو بالتأييد أو بالعطف لكل ظالم. تأمل إلى الحبيب عليه وعلى آله الصلاة والسلام واستشعاره بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم للنعم. مش الله قال له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. رغم هذا كله الحبيب عليه الصلاة والسلام، يا أختنا يا تاركة الصلاة، أيها الأخ، يا من تقصر في طاعة والديك، يا من تأكل المال الحرام يلي عم ياخذ الفايدة ويطعميها لأولاده ويصرفها على عيلته، الحبيب عليه وعلى آله الصلاة والسلام بدون ذنب مغفور، ذنوب الأنبياء ليست موجودة أصلا، معصومون قبل البعثة وبعد البعثة. تراه صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل حتى تتورم قدماه، حتى ترم قدماه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاوز 55 وهو يقف أكثر الليل مصليا قائما لربه جل جلاله. يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ترهق نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ سأل عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. معنى الشكر يا أخواننا، الشكر يأتي من استشعار النعم، والشكر يأتي من استشعار فضائل الله سبحانه وتعالى. أعظم أنواع النعم على الإطلاق نعمة الإيمان، أعظم نعمة قبل نعمة الصحة وقبل نعمة العافية وقبل نعمة المال نعمة الإيمان. مستقل أنه حضراتكم جيتوا على الجامع اليوم، مستقل أنه كل واحد فينا استطاع، أكرمه الله، من بإرادته الواحد اختار يجي على الجامع. أوعى يفكر الإنسان أنه هو الذي قرر أن يأتي، لولا نعمة الله عز وجل عليك والله ما كانت القدمان تحركت، كان شغله للإنسان بأمر مدمر. ولكن هذه النعمة نعمة الإيمان. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أعظم النعم نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعمة نتميز بها عن سائر الناس، ونعمة نحن مطالبون أن ننشرها لكل الناس. وتأمل إلى نعمه سبحانه وتعالى في أجسادنا. ينظر الإنسان في جسده، انظر إلى العين، هذه العين، الكاميرا، كاميرا التليفونات أو الكاميرات الحديثة، 10 أحسن كاميرا فيها 10,000 مستقبل ضوئي حتى يجمع الصورة ويعطيكها واضحة. في العين البشرية التي خلقها الله من وقت آدم فيها 100 مليون مستقبل ضوئي حتى حضرتي وحضرتك نشوف، والعين البشرية تستطيع أن ترى 70 مليون لون 70 مليون لون. تأمل إلى الشعر، هذا الشعر الذي يتميز به الإنسان،
في رأسه، تأمل إليه، بكل رأس عادة 300,000 شعرة، في أهداب دهنية وفي أهداب عصبية، أهداب عصبية ولكن فيها عصب حركي وليس عصبا حسيا. لو فيها عصب حسي كان الإنسان لما بده يروح يحلق بروح على المستشفى ببنجوه بيعملوا له بنج عام حتى يقدر يحلق شعره. ولكن هذه النعمة، نعمة الشعر، أن فيها أهدابا دهنية وفيها أوردة دموية تغذي الشعر والأعصاب التي فيها أعصاب حركية وليست حسية. قل لي، هل هذا الجسد وجد صدفة في الكون؟ هذا بيقول لك مقبول بعد ذلك أن تكون، أن تقول لا يوجد إله في هذا الكون، هذا الكون وجد هكذا. تأمل إلى نعمة الشم، 20 مليون عصب، 20 مليون عصب بأنوفنا، يلي ما عم يعجبها من خارة عم تكبر وتصغر وتضيق وتوسع. 20 مليون عصب بالأنف ينقلون الرائحة إلى الدماغ، في حوالي 10 ملايين صورة في الدماغ، صورة للروائح. فإذا أنت كنت تأكل طعاما حين تشم الرائحة تسأل، حاطين نعناع يابس بالأكل؟ كيف عرفت ذلك وكيف ميزت ذلك؟ أقل أجزاء من الثانية هذه 20 مليون خلية تنقل الرائحة، وتتطابق هذه الرائحة مع 10 ملايين رائحة أنت تحفظها، أقل من ثانية، أسرع من الكمبيوتر. وانظر وتأمل إلى المشيمة، يعني الخلاص اللي بيطلع مع الولد، هذا يسميه العلماء، هذا يسميه العلماء بالذاكرة العجيبة والمستقبل العجيب، الخلاص اللي بيطلع مع الولد، نحن العوام بنسميه الخلاص، الدكاترة بيسموه المشيمة. هذه المشيمة من ذكائها ومن عجائبها تنقل الدم من الأم إلى الجنين، صح؟ ولكن كما هو معلوم إذا نقل دم إلى دم آخر باختلاف وحدات الدم يحصل التسمم وتموت الأم ويموت الجنين مباشرة. ولكن من عظمة الله هذه المشيمة، من ذكائها اللي الله خلق لي، تمنع اختلاط الدم بين الأم وبين ولدها. هذه المشيمة تنقل السكر وتنقل الأنسولين وتنقل الأكسجين، سكر وأنسولين وأكسجين من دم الأم إلى دم الجنين، الأكسجين، وتكون حرارة دم الجنين مثل حرارة الجنين كحرارة الأم 37. تأمل كيف جاء ذلك، ما هذه العظمة التي عشنا فيها جميعا في أرحام أمهاتنا وما حدا دريان وما حدا حاسس. تأمل أكثر من ذلك، هذا الدم في داخل الجنين في رحم أمه تمتص منه المشيمة ثاني أكسيد الكربون، فأنت أيتها الأم الحامل، أنت في أثناء إخراج نفسك بالزفير أنت تخرجين جزءا من تنفس الجنين الذي في بطنك. من الذي خلق ذلك؟ ومن الذي سوى ذلك؟ ومن الذي أعطى؟ ومن الذي أكرم؟ ومن الذي تفضل؟ إنه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. تأمل إلى القلب، هذا القلب 140 مليون خلية موجودة بالقلب حتى الآن، وهي الدكتور واقف، 140 مليون خلية موجودة في القلب حتى الآن، الطب عجز أن يعرف وظائفها. 140 خلية بال 140 مليون. أيها الكرام، هذا الجسد الذي نحمله يجدد نفسه كل 5 سنوات مرة، فنحن في كل 5 سنوات إنسان جديد، إلا أمرين اثنين لا يتجددان، القلب والدماغ. يا ريت بيتجدد الدماغ، كنا بننسى بعض، كل 50 بدك ترجع تراجع لتتذكر وبتنسى المساوئ. القلب والدماغ لا يتجددان، حكمة من وعظمة من وفضل من وعطاء من ورحمة من أنني أنظر ولا أفكر كيف أنظر أصلا، أنني أسمع ولا أحمل هم السمع. سبحان من أبصر من شحم وأسمع من عظم وأنطق من لحم. ما هذه العظمة؟ أفرأيتم ما تمنون؟ هذا المني الماء
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. تأمل، أفرأيتم النار التي تورون؟ قبلها أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني من الغيوم، أم نحن المنزلون؟ نعمة المطر التي نعيشها هذا العام، أنا أتأكد أنه ما من إنسان إلا ويسر عند كل قطرة ماء، لأنه عشنا بالسنتين ثلاثة اللي قبل شح الماء. هذا الماء كيف نزل؟ كيف نزل طيبا؟ كيف نزل خاليا من الملوحة؟ نص بيروت صارت ميتة مالحة، صح؟ نص الآبار ميتة مالحة. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا بنعمه وأن يكرمنا بأن نشكر نعمه في كل لحظة وفي كل ساعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله فاستغفره.